مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. الحقيقه هو لقاء تعرف انا في كثير ناس بعرفهم منكم وفي كثير ناس اول مره بتعرف عليهم، بس يمكن اغلب الاحيان قاري للكل لانه صلعين عليكم وين ما كان موجودين. نحن ما فينا نبلش حكي بجبيل لما نحكي عن ريمو قدي. ريمو قدي اللي كلنا بنعرف ضمير لبنان، رؤيوي واقعي صاحب مشروع ما نغرب، بس كان في احزاب الا نكهه احزاب، كان في رقي بالخطاب وبالفكر، كنا نعارض وكنا نوالي. اللي عم نعاني من بعد 89 وصلنا وصلنا لهون اخترعوا له كتير اسامي. عم ننبش على خط جديد لانه عن جد اشتقنا له، عم ننبش على فكر سياسي جديد وطرح جديد وبلا وعود وبلا خبريات، لانه اليوم حيلا جمعية رياضية بتعمل برنامج نفس الشيء قد برنامج اكبر مرشح لبنان، مش هذا اللي بنعرفه. شو التامين يعني؟ ما بنسمع الا هيدا بيسب هيدا. كل زعمتهم وكل هالحقب اللي عشناها قايمة على الحقد. ساعة ما بدهم بيردونا على 76 وعلى 83، ساعة ما بدهم بيسبوا بالروحة وبيسبوا بالرجعة. يا عمي نحن مش هيك ولبنان مش هيك. بدكم تقسيم؟ تعوا تنقسم. شو بدكم؟ إذا كل هالوجع وبعدنا بدنا نتلطى وما بدنا نمشي للآخر وما بدنا نكون وقحين، أي متى؟ أولادنا فلوا، المصريات طرقوا، ما بعرف شو لازم نعمل تنعيش. ما في حدا في يعيش الشعب. هلا بتقولوا انه جابوا له هيدا حصة غذائية، وطيب بعدين قالوا لنا سوف نتجه شرقا، طيب الى اين شرقا؟ بعد اكثر من هيك شرقت كثير، وهيدا مش هويتنا. احنا نضحك على بعض، مش نحن اللي بده يروح شرقا يروح وحده، يروح على بيتنا وكل واحد منا يفكر شو لازم يعمل تيخلي اولاده بهالبلد، تيرد مصرياتهم من البنك، تيفك لهم رقبتهم. هيك لازم نعمل.